ابو رجال سم في صوره بنعرضها لك. يلا عطرا وبرضو لك الخيار نعرضها للمشاهدين ولا يلا اعرض الصوره لابو رتاج فقط. نعرضها للمشاهدين وفي شهر الفضيل اي والله اعرضوها له. اعرض الصوره للمشاهدين الكرام. الله يجعلك في الجنة أبو فيصل الشريف. الله يجعلك أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له آمين ويرحمه ويتجاوز عنه وموت المسلمين جميعا في هذا الشهر ترى يحتاج المبارك يحتاج. إحنا تعمدنا لأني أعرف علاقتك بهذا الرجل رحمة الله عليه وبريتاد سم. كيف كانت علاقتك بأبو فيصل؟ أبو فيصل؟ للمشاهدين نعم مع أبو فيصل نعم. الله يعطيه الجنة أول شيء يرحمه يرحم أموات المسلمين. رجل محبوب قلب أبيض طيب يعني مع أن أعرف أن الرجل هذا عنده ظروف عنده ظروف صعبة وحالته المادية كانت في البداية قبل أول ما تقابلت أنا وياه يعني عارف وضعه المادي لكن اللهم لك الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى فتح على باب رزق. فالرجل كريم اللي في مخباه هنا ما هبله ما هبله الله يجعله في جنات النعيم يجمعنا وياكم ومن نحب في جنات النعيم. قل امين. امين. الرجل يميل الى الصلاه والى العباده ولا منك احيانا تحدثت عن قال الله قال الرسول في مجلس كذا تحس ان الرجل هذا ينزل اللي في يده يطالع فيك فيعني يحن ويتاثر يوم يجيب محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث هذه يتأثر. فإن شاء الله أننا من أهل الطيبين والله يجمعنا إياكم على العلم الطيب. قل آمين. آمين. هل تأثرت بعد وفاته رحمه الله؟ الله يرحمه أنا ما ودي أن نقول تأثر ما تأثر الصدمة فجأة أنت مكلمه قبل يعني أنا آخر ما كلمت يمكن قبل 3 أيام أو 4 أيام قبل أسبوع وأنا كنت في العلا دقيت على ابن أخي صدق الكلام قال لي نعم الحمد لله على كل حال و الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يجعله في الجنة الله يجعله في الجنة يرحم ويرحم موات المسلمين. ادعوا له بالرحمة مشاهدينا الكرام وكل من يصل هذا المقطع وادعوا له في هالشهر الفضيل ترى يحتاج دعوة. الله يرحم ويغفر له موت المسلمين والله يجزاكم خير على عرض هالصورة أبو ريتا.